السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم يا عالم الألوان؟ أدعو من الله أن تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اليوم هو الأربعاء التاريخ 25 من شهر تشرين الثاني من سنة 2020. اليوم رح نتعرف على درس جديد في مادة التربية الإسلامية، ولكن قبل أن نبدأ بدرسنا لهذا اليوم سنراجع ما تم أخذه في الحصة السابقة. أخذنا في الحصة الماضية والحصة اللي قبلها يا عالم الألوان عن أركان الإسلام، وتعرفنا إنه أركان الإسلام هي خمسة أركان. كم عندنا ركن بالإسلام؟ هي خمسة أركان: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ركزوا يا عالم الألوان على إقامة الصلاة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وتعرفنا أيضا بالحصة السابقة على درس الوضوء، وشرحنا كيف الواحد يتوضأ. اليوم درسنا عن الصلوات الخمس. إيش هذا العدد يا عالم الألوان؟ خمسة. شو هذا العدد؟ خمسة. وإحنا كم عندنا صلاة بنأديها في اليوم الواحد؟ عندنا خمس صلوات. إذا المسلم يؤدي في اليوم الواحد خمس صلوات على عدد أصابع إيدي يا عالم الألوان، خمسة، أوكي؟ الصلوات اللي عندنا يا عالم الألوان عد على أصابعك: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. يا عالم الألوان، أنتوا بتعرفوا فائدة وفضل الصلاة عند الله تعالى. المؤمن يا عالم الألوان اللي بيصلي الله رح يكتب له حسنات ورح يدخل إن شاء الله تعالى الجنة. وأنتوا يا عالم الألوان هلا صرتوا كبار شوي، أنتوا بطلتوا صغار KG1 صح؟ أنتوا هلا صرتوا KG2، لازم تتعلموا. إحنا أخذنا درس الوضوء، لازم تتعلموا من يوم طالع تتوضوا وتصلوا. لما تشوف البابا يصلي بتوقف بجنبه وبتصلي معه. لما تشوفي انت يا حلوه الماما بتصلي بتوقفي وبتصلي مع الماما. ليش بدك تصلي؟ حتى تنالي الاجر والثواب من الله تعالى، والله ان شاء الله تعالى راح يدخلك الجنه. طبعا يا عالم الالوان الصلوات الخمسه كل موعد صلاه له عدد ركعات محدده، كل موعد صلاه له عدد ركعات محدده. هلا صلاه الفجر عدد ركعاتها بيختلفوا عن الظهر، بيختلفوا عن المغرب، بيختلفوا عن العشاء. الآن بدنا نتعرف على كل صلاة كم عدد ركعاتها. نأتي أولاً إلى صلاة الفجر. متى يكون موعد صلاة الفجر؟ صلاة الفجر يا عالم الألوان هي من طلوع الشمس، يعني أول ما تصحى بدك تصلي الفجر. هاي الصلاة اللي أول ما تصحى بتصليها اسمها صلاة الفجر، وعدد ركعاتها ركعتان. صلاة الفجر ركعتان. ننتقل لصلاة الظهر. متى موعد صلاة الظهر يا عالم الألوان؟ هلأ إحنا صلينا الفجر، أوكي؟ وصحينا وأفطرنا ولعبنا. الظهر في وقت الظهيرة بيجي عندنا موعد صلاة الظهر، وعدد ركعات صلاة الظهر يا عالم الألوان أربع ركعات، أربع ركعات. نأتي إلى صلاة العصر. صلاة العصر هلا انت الظهر صليت، تتغدى ترتاح شوي، بيجي موعد صلاة العصر وعدد ركعاتها ايضا اربع ركعات. اذا الظهر والعصر اربع ركعات زي بعض، الظهر والعصر بنصلي اربع ركعات. هلا بيجي عندنا صلاة المغرب. متى موعد صلاة المغرب يا عالم الالوان؟ من اسمها المغرب عند غروب الشمس، يعني بس الشمس تروح بيكون اجى موعد صلاة المغرب، وعدد ركعاتها كم يا عالم الالوان؟ رائعين، ثلاث ركعات، ثلاث ركعات. انا كيف عرفت انه هذا العدد ثلاثة؟ لانه له ثلاث اذن، واحد، اثنين، ثلاثة. اذا هذا عدد ثلاثة، صلاة المغرب عدد ركعاتها ثلاثة. بنيجي لاخر صلاة من الصلوات الخمس اللي هي صلاة العشاء. متى يأتي موعد صلاة العشاء؟ هلا انت صليت المغرب وخلصت، بترتاح شوي، بتتعشى، بيجي موعد صلاة العشاء، اوكي؟ عدد ركعات صلاة العشاء هي اربع ركعات.
طب أربع ركعات بتشبه مين من الصلوات اللي عدد ركعاتها أربعة؟ رأيين بتشبه صلاة الظهر والعصر، حكينا عدد ركعاتهم أربعة، الظهر والعصر ركعاتهم أربعة بالإضافة إلى صلاة العشاء ركعاتهم أربعة. نعيد الصلوات مرة أخرى: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. الفجر ركعتان، الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، العشاء أربع ركعات. وبهيك يا عالم الألوان إحنا بنكون أنهينا درسنا لهذا اليوم. بتمنى منكم كلياتكم يا حبايبي يا حلمين إنكم تتعلموا كيف بدكم تصلوا. في البداية لازم تحفظوا الصلوات، خمس صلوات باليوم بيأديها المسلم في اليوم الواحد، كل صلاة لها عدد ركعات محددة. في البداية أنت تعلمت الوضوء، بدك تصير تتوضأ وتبلش تصلي مع الماما والبابا تشوفهم كيف يعملوا وتعمل زيهم، لبين إن شاء الله ما نعطيكم درس على كيفية أداء الصلاة. وبهيك بنكون أنهينا درسنا لهذا اليوم، والله يعطيكم ألف عافية يا مسلم.